الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. ايش معنى الآية؟ يعني دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ما انتشرت ولا نجحت إلا بالهداوة، إلا باللين، إلا بالسماحة، إلا بالكلمة الطيبة الحلوة. ومن أمثلة النبي صلى الله عليه وسلم عن السماحة واللين والتجاوز عن أخطاء البشر، سمعوا القصة الحلوة هذه. يوم من الأيام كان الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة في المسير، فدش عليهم أعرابي، والأعرابي مثل ما تعرفون اللي يقطن ويسكن البادية، نقدر نقول حياته كلها في البر، وجاهل ما عنده العلم الكافي اللي يفقه في دينه، فدش على النبي والصحابة في المسجد، ومسايدهم قبل لا فيها زل ولا سجاد، عبارة عن تراب، سور حول التراب ومسجد يصلون فيه، فيا هذا يقضي حاجته في المسجد. الصحابة يوم شافوا هالمشهد طلعت عيونهم، تفاجأوا، عصبوا، يبون يروحون ويطقونه، شنو اللي بالمسجد وتقضي حاجك داخله؟ المعنى اللي يفهمه أي شخص لما يشوف هالمشهد يقول هذا إنسان عدو للدين وما يحترم الله ويبيهين دينه، عدل ولا لا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم صاحب القلب الرحيم اللي أفدي بأمي وأبوي يوم شافه قال حق الصحابة أهدوا، خلي يقضي حاجته ويخلص. يوم انتهى وخلص كان يقول حق الصحابة: يبوا دلوا من الماي وكبوا على المكان وراح يطهر المكان. هذا أول شيء. الشغلة الثانية: أنت يا حبيبي وانت يا غالي يا حبيبي، هالمكان هذا للصلاة، لعبادة الله وللذكر وقراءة القرآن، الواحد المفروض ما يسوي هالأمور فيه. يوم خلص النبي صلى الله عليه وسلم وشاف الرجال المشهدين، مشهد الصحابة اللي فيه عنف وغضب ومشهد النبي الرحيم، فسمعوا وش قالها الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا أبدا. شوف الرد، فرد على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: لقد حجرت واسعا، يعني رحمة الله أكبر من كذي. فشوفوا شلون تقبل دعوة النبي بسهولة. استفيد من هالقصة: إذا عندك أنت شيء مؤمن فيه وتبي توصله للبشر لازم يكون بطريقة حلوة، بحكمة، بكلمة طيبة، بلين. دليل على كلامي: في بعض البشر مشهورين بالإعلام ونعرفهم ونعرف أخطائهم، لكن كمية من البشر كثيرة تحبهم. ليش؟ لأن هالابتسامة هذه ما تفارق وجهها، دايما كلامه معسول حلو مرتب، عمره ما يطق فلان ولا يسب علان، عدل ولا لا؟ أختم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه.